بلدية تيبر كنين بولاية عين الدفلة داخل بيوت من طين تنعدم فيها شروط العيش الكريم. راشد مشرب وحميد عودي. في هذه البيوت الطينية المهددة بالانهيار في أي لحظة والمتواجدة بأطراف بلدية تيبر كنين ولاية عين الدفلة تقطن كثير العائلات، عائلات تعيش الحياة البدائية بمعنى الكلمة. لليوم رانا غبنا خلال الحجرات علينا نتاع كريان، راه الغبار البنيان قزيري نظرينا الله غالب الله غالب الله غالب والله غير نظرينا ياسر الوليد هاك شو هذا قبضوا اللصب مولا عام ونص يقبضوا اللصب تاكل ما خدمتش رقاد والغبار والطريق مكاش والصواشي نجيبهم من وظيفه دارنا نفديهم في يدينا ما عندنا حتى نقولها. هذه العجوز الطاعنة في السن من بين سكان هذه البيوت تشتكي من عدم أي معلم من معالم الحياة الكريمة، تعيش بداخلها أمنية ألا وهي الحصول على مسكن لائق. نطيرون رانا صابرين للمولى ورانا قاعدين الحمد لله. عندنا رانا في 40 سنة ولا 50 سنة رانا هنا، جات المينا دات حقها، جات راب دا حقه، جا الغبار جات حقها، جات العجاجة دات حقها، جات النو تهدمنا ونعاودو نبنو، تجي القايلة نصبرو، هاو كيفاه نديرو. حياة قاسية تعيشها العائلات هنا زادت من حدة غياب التكفل اللازم طرف السلطات الوصية، ليطرح السؤال أين هي السلطات وأين هو دور النشاطات الجمعوية. تلفزيون النهار تجولت في شوارع وأزقة مختلف ولايات الوطن وأغلب المواطنين غير مطلعين على ماهية القرض السندي وطبيعته. المزيد مع شاهين الزيزوي والمراسلون. أقامت الحكومة الدنيا وأقعدتها من خلال وزارة المالية للدعاية والترويج للقرض السندي، إلا أن الأمر في الجزائر العميقة لا يعني المواطن. ففي ولاية غردية لم يسمع قاد من التقيناهم بهذا المصطلح. به قرض سندي مي لو كونتوني ما على باليش واش فيه هذايا قرض سندي، صافي با، على بالناش واش فيه. ما نعرفوش، ما عنديش عليها معلومات. ولاية سطيف كانت إجابة مواطنيها عندما سألناهم لا ندري. نسمعوا طرافير الإعلام برك ما على بالناش في السندات. ما كانش يعني فيها الانفورماسيون غرونتيشال فهموا الناس كيفاش علاش وقتها. لم تختلف في ولاية عين تيموشنت عن سابقتها. حتى فكرة ما عندك؟ ما عندي حتى فكرة. ما سمعتش في قنوات تلفزيونية؟ ما شفت حتى شيء، نسمع حسب القنوات والجرايد هكذا وكل، ولكن في رأيك انت تسمع بقرض سندي؟ قرض سندي؟ لا. ما تعرف علاش؟ لا. ما سمعتهمش يهضروا عليه؟ نفس الإجابات تلقيناها من ولايتي قلمة وعنابة. سندي هو يعني شرعا محرم باسكو فيه ليزانتيري، فيه الربا. نسمع بالقرض السندي بس ما عنباليش به واش خدمته واش كاين واش ما كانش واش يمد واش ما يمدوش، نسمع به وخلاص. القرض السندي في نظر المواطن تحت شعار هل لي يا حكومة الأمر لا يعنينا. ما زالت عائلة إدير من بلدية عين الحمام بتيزي وزو تحافظ على عادات المنطقة في شهر رمضان. تنقلت كاميرا تلفزيون النهار إلى بيت العائلة ونقلت عادتهم. التقرير لصفية إباردان وأمينة بن تحمان. دعتنا عائلة إدير بعين الحمام بولاية تيزي وزو لقضاء يوم رمضاني معها على الطريقة القبائلية. يخرج السيد محمد إدير صباحا نحو الإسطبل ليعتني بأبقاره، وترافقه زوجته آخذة معها ما منته عليهم أبقارهم من حليب. تمر ببستانها لقطف حشيش تزين به نكهة ما تطبخ. كيف هذا رمضان نكون نساعدين وقت النقد نخدم نساعدين وقت النقد كيد ذي الخدع ذي المال زمغا من نغتك والله ما نتسوكي نسي تساعدي واس. دحوش الشيطو هاد الزقاض تنغات تكسد تشوف هذا تكسد صباح حد نكر نخدم كل يوم شغل ومن بعد نحد نكسوك نحات بحيرين انه غاد نكسر كل ليله حشيش نشعر فيها. تخرج السيدة نسية رفقة نسوة للتجول في عين الحمام، وبعد عودتها تهم لتحضير طبق للإفطار الذي لا يخلو من حفوف والشوربة. قبيل أذان المغرب تجتمع أفراد العائلة على المائدة. ميد الأول المغرب أدنى النجمة أدنى مليلة كوار الطفلة كن اللاير كل يوم تفاميلت
انا نتشير كل المغرب واو الدنيا ان شاء الله هيك يكون الدش راه تفاميلينا كل الجزائر كيف راه عايشين كشفا داك شو طاح زيك الغاز نصفون سي لا وين راني ساعه تم بوينت شو تدي تصاميت سويت الدش وقن حكوت حكوت مشوها. بعد الإفطار تجتمع العائلة في وسط الدار تتبادل أطراف الحديث والنكت وحتى أغاني التراث. يوم رمضاني قبائلي بامتياز قضيناه مع عائلة إدير.